حضور الكريم الكل باسمه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبدأ بمداخلتي في مديرية فيما يخص مديرية التربية. إذا قلنا أن هناك قطاع حساس في الولاية، فالكل يفهم بأنه قطاع التربية الذي يعد من أهم القطاعات، لأن ولايتنا تحتل الصدارة من بين ولايات الوطن من حيث الهياكل والتأطير. لا أظن أن هناك، لا أنقص من أهمية المؤطرين، ولكن بعض المؤسسات تعاني في صمت. إذ تحدثنا عن الهياكل، فنعم هنا نستطيع أن نقول بأن مدرستنا مريضة. في إطار عملي سمح لي أن أقوم بزيارات عمل وتفقد لبعض المؤسسات الموجودة في الولاية. فيا سيدي الوالي المحترم والسلطة العليا في الولاية، اسمح لي أن أقول أن رغم البرنامج المسطر من قبل السلطات للبلاد وبالخصوص وزارة التربية، سجلنا نقائص فادحة لا تقل أهمية عن التي أسفر ذكرها في الندوة الأولى للمجلس. سيدي الوالي المحترم مدير التربية، باسم كنائبة للمجلس الشعبي الولائي عن حزب جبهة التحرير الوطني، نرفع كل التحديات الداخلية التي يتعين علينا مواجهتها، الأمر الذي يساهم لا محالة في الارتقاء بالتربية والتعليم لبلادنا بتخريج تلاميذ أكفاء يمكنهم مواصلة التكوين بالمؤسسات الجامعية، علاوة على الاستمرارية في تكوين الأساتذة، ونرى في ذلك تأسيس لجنة خاصة تهتم بدراسة ومعاينة جميع المشاكل التي تعاني منها المؤسسات وتكون دورية على كل قطر الولاية. فمن هنا نقول بأن راحة التلميذ من أولويتنا، فنحن كمنتخبي الشعب دائما نخدم الوطن والمواطن. نستهل تدخلنا عن بعض المؤسسات التربوية، مثال عن مؤسسة سليماني مولود بتيزي غنيف، والله لا تمثل مؤسسة تربوية لإنعدام جميع الشروط الملائمة للتلميذ. نجد أيضا مؤسسة الابتدائية إدير حليمة ببغني لقدم هذه المؤسسة. ابتدائية الإخوة بالعربي ببني منداس منذ عهد الاستعمار، حيث هناك تقرير أخير للسي تي سي الذي يجب هدم هذه البناية التي تشكل خط أحمر مكونة من 4 قاعات من طابقين، 2 قاعات واثنين مسكن وظيفي. أكثر من 3 أعوام لا حياة لمن تنادي. هذه الأخيرة تحتوي على قاعة رياضية منذ أعوام لم تستغل، فيبقى السؤال مطروح لماذا؟ وفي إطار نقص الضغط والاكتظاظ، استفادت الولاية على حجرات الدراسة للتوسع، وهو للقضاء على نظام الدوامين، وبالتالي سوف يحصل التلميذ على الوقت القانوني للدراسة. فمثلا ابتدائية أحمد عباس بتدميت تعاني من نقص القاعات، تعتمد على نظام الدوامين وأيضا المطعم الذي بدأت أشغاله منذ 2011 وتوقفت إلى حد اليوم، فالتلاميذ بدون مطعم، حيث تم تزويدهم بالقاعات لأجل الحصول على الوجبة، ولكن نعلم بأن هذه المؤسسة ليست لها قاعات كافية. ابتدائية فريحي محمد التي تستقطب أكثر من 500 تلميذ بنظام الدوامين، هذه المؤسسة ينعدم فيها المسكن الوظيفي للمديرة التي تقطع مسافات للوصول إلى المدرسة. انعدام قاعة للأطفال التحضيري، علما أن هناك قاعة مستغلة من طرف متقاعدين، ولكن بفضل مجهودات المديرة وأولياء التلاميذ تم استحداث قاعات جديدة في الطابق السفلي لفائدة التلاميذ، ولكن بعد تقرير اللجنة الدائرة تم رفض الطلب. ولذلك نطلب منكم سيدي الوالي التدخل لإيجاد الحلول المناسبة لاستغلال القاعات والاستفادة، وتشجيع المجتمع المدني للتعاون والمشاركة والسهرة على الحفاظ على أملاك ومؤسسات الدولة. بهذا سوف يتم تكريس فكرة العمل المشترك والمتبادل بين فئة المجتمع والدولة. أما فيما يخص الطور المتوسط، فنقول بأن متوسطة بايو بتدميت مهددة بالسقوط الحائط الخارجي للمؤسسة الذي يهدد بحياة التلاميذ. متوسطة عبد محمد بأيت عيسى ميمون في حالة كارثية لا يرثى لها إذا تم غلق 8 أقسام خوفا من سقوطها بعد تقرير السي تي سي. لذا نطلب تسجيل متوسطة لفائدة هذه المنطقة قبل حدوث الكوارث لا قدر الله. متوسطة بنو زيادين محمد طلب زرومكودا بريفابريكي التي هي الآن مدعمة بأعمدة حديدية لتفادي سقوط السقف. هناك متوسطة مسجلة لأجل استخلافها، ولكن تعرف هذه الأخيرة تأخر في سيرورة الأعمال، لذا نطلب من المديرية المعنية التدخل العاجل لضمان فترة الإنجاز. ومتوسطة الإخوة الشمام أيضا تعاني نفس المشكل بالجدار الخارجي الذي يهدد حياة التلاميذ.
أما في الطور الثانوي تنويت بالنور بتدميت، حيث انعدام الأمن والأمان، حيث رفعت إلينا بعض المشاكل، حيث نقص الإمكانيات البشرية في المؤسسة مما أدى إلى نقص الأمن. تنويت الإخوة حمدي بإعكورا نقص القاعات مما أدى إلى تحويل قاعة المطالع إلى قاعة التدريس، فنطلب تسجيل قاعات خاصة بهم. تنويت أبيزار الإخوة أبتتا فتحت أبوابها بسنة 1998 تستقطب أكثر من 700 تلميذ حسب تقرير السي تي سي، هي في الخانة الحمراء بعد زلزال 2003، ولكن لم يسلم إلى الإدارة المعنية رغم تساؤلات المديرة الحالية. فقاعة الرياضة أيضا في هذه المؤسسة فتحت منذ 2006 لم تسلم إلى المدرسة. أين يكمن المشكل وما هو الحل ومن هي الإدارة المسؤولة عن التأخير؟ سيدي الوالي أملنا فيك كبير، لعل هذه المؤسسة سوف ترى النور إن شاء الله. أما فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي، نستهل تدخلنا بالتحدث عن كلية الطب، وكان من ضمن تدخلاتي في الندوة السابقة حول مشكل تدفق مياه الصرف الصحي في منتصف الحرم الجامعي، ولكن المديرية المسؤولة لم تلتمس هذا الموضوع بكل جدية. بالنسبة للنقص وعدم تزويد أيضا 7000 مقعد بيداغوجي بالماء في طنطا، وعدم تزويد هذه الأخيرة بالكهرباء التي تعاني هذه الأخيرة في صمت. لكن بالنسبة أيضا لكلية حسناوة 2 بسطوس، نطلب من مديرية الموارد المائية إنجاز خزان مائي خاص بها، وإنشاء أيضا أن ترانسفورماتور وأن بوست دو ديتانت غاز إلى كلوتور بور لا فاكولتي. ومشكل دخول الماء والرطوبة في هذه المعاهد. أيضا هناك طلب أخير بالنسبة للنقل الجامعي، تدخلت خلال الندوة السابقة حول إعادة النظر في شبكة النقل الجامعي، حيث أن معظم طلاب المنطقة الجنوبية يعانون من عدم توفر حافلات النقل خاصة في أيام أواخر الأسبوع في محطة بوهينون. لنطلب منكم من السلطات المعنية دراسة هذا الملف وإعادة النظر في كيفية توفير النقل لهؤلاء الطلبة الذين يعانون في الصمت، علما أن المنطقة الجنوبية تحتوي على أكبر نسبة من الطلاب. أما بالنسبة لمديرية الضمان الاجتماعي، إن حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والاعتراف بها من أهم الالتزامات المرتبطة. المرتبطة بحقوق الإنسان باعتبارها فئة تحتاج إلى رعاية وتأهيل، مما استدعى الاعتراف بحقوقهم ضمن مجموعة من النصوص القانونية والوطنية الدولية، وهو ما جاء به المشروع الجزائري القانون رقم 0209 ل2002 والمتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين وترقيتهم، والذي يعتبر خطوة إلى الأمام لضمان حقوق هذه الفئة. لكن في ولايتنا نجد التهميش واللامبالاة من طرف بعض الإطارات، إذ نجد أن هناك أصحاب الهمم لم يجدوا ذرة شفقة من طرف بعض الأعوان للاستفادة من منحهم في شبابيك البلدية الخاصة بهم. من هنا نطلب من مديرية الضمان والضمان الاجتماعي الحرص والصرامة في تطبيق القانون. سجلنا في اليوم المصادف للاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة أن هناك على مستوى ولايتنا نقصا فادحا في مرافقة هذه الفئة، سواء في الاحتفالات المبرمجة من بعض الجمعيات أو دراسة ملفاتهم المدعى في هذه المديرية. لذا أقول وأكرر، هذه الفئة من واجبنا احترامها وإعطاء كل الأولويات لها وتزويدهم بأقسام خاصة على مستوى كل الدوائر، ولما لتسهيل تنقلاتهم. فتح مراكز نفسية بيداغوجية، فكرة العمل والمشاركة مع مركز التكوين المهني فكرة جيدة متميزة، ولكن نجد لو فكرنا بالاشتراك مع مديرية التربية للاستفادة من المؤسسات التربوية التي لم تعد في حيز الخدمة لأجل بناء قاعدة لهذه الفئة قبل إدماجهم في التمهيد، وشعارنا هو العلم والعمل والإنتاج والإبداع في هذا المجتمع. أما بالنسبة للصحة، سيدي الوالي نشكركم على اختيار دائرة ذراع الميزان لاجتماع المجلس التنفيذي للولاية لمعرفة جميع العراقيل التي تشهدها الدائرة، من بينها الصحة. فكانت جميع تدخلاتنا في ندوات السابقة حول وضعية المستشفى بذراع الميزان، مستشفى الشهيد كريم بالقاسم الذي يعاني من نقص كبير وتدهوره من جميع النواحي، ولكن لم يعرف أي تدخل من المديرية المعنية سيدي الوالي.
فيا سيدي الوالي أملنا فيك كبير، ومن هذا المنبر نطلب من سيادتكم المحترمة بإجراء زيارة خاصة إلى هذا المستشفى. بالنسبة للسياحة ومحافظة الغابات، فهذا القطاع فقير جدا في الولاية، إذا علينا الحفاظ على كل المناطق الجبلية. فمن لا يعرف سويسرا الشمالية الإفريقية الصغيرة، إنها غابة إعكورن. هذه الغابة التي أرادوا أن يجعلوها كمفرغة عمومية، فيا ترى لما لا تستغل هذه الغابة بإنشاء مناشئ سياحية وخلق مناصب الشغل وتشجيع السياحة الجبلية، علما أن هذه الغابة تستقطب كل العائلات من مختلف الولايات. من هنا نشكر محافظ الغابات وكل طاقمه على المجهود الذي يبذله من أجل الحفاظ على الموروث الغابي في الولاية والحفاظ على الطبيعة وعلى صحة المواطن. أما فيما يخص التكوين المهني والتمهيد، فنطلب من سيد المدير إفادتنا عن جميع المراكز التي تشهد تدهور كبير في المنشآت ونقص العتاد، من بينها مركز تيزيغني في ذراع ميزان معززقة. وما هو مصير المركز التكوين المهني عين الحمام الذي بدأت أشغاله منذ 2014، كذلك مركز ذراع ميزان وإعكورن؟ ما هو برنامج قطاع التكوين المهني للسكنات الوظيفية وعدم تسليم السكنات الجاهزة والسكنات المغلقة بذراع الميزان؟ أما فيما يخص النقل، نطلب ما هو الجديد المتخذ حول أزمة النقل في تيزي أغنيف بين الخط الرابط بين ذراع الميزان وتيزي أغنيف حول اختيار الأرضية المناسبة لاتخاذها كمحطة برية. وكما نطلب أيضا من مديرية الفلاحة عن معرفة سبب غلق المذبح البلدي لبلدية بوغني، علما أن هذا الأخير سوف يساعد من مدخول ميزانية البلدية. أما عن البريد والمواصلات، فنريد أن نعرف ما هو الجديد عن مركز البريد تلا عثمان الذي يعاني سكانه بسبب البعد عن تيزي وزو. وقرية زبوج بسيدي نعمان استفادت هذه الأخيرة من مركز بريد ولكن لم يدخل حيز الخدمة إلى حد اليوم. نطلب منكم إعادة تهيئة مركز بريد بني منداس. أما عن مديرية أملاك الدولة، فنقول بماذا قامت مديرية أملاك الدولة لاسترجاع الموروث الحضاري محطة القطار القديمة لمدينة بوغني؟